السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم وزميلكم هاني بركات من جامعة البلقاء التطبيقية كلية الطب السلط المركز السنة الثانية. يوم يا أخوة أخ يا زملائي الأعزاء، راح نبدأ إن شاء الله نشرح لكم تشابتر 46. المرة الماضية شرحنا تشابتر 5، كان بيحكي بشكل عام عن بشكل عام عن القنوات الحساسة، فرق الجهد الكهربائي، القنوات، البوتاسيوم والصوديوم، على الاكشن بوتنشال كيف يصير وما الى ذلك. اليوم راح نحكي بشكل عام عن النيورونز وكيف النيورو وكيف الاكشن بوتنشال بينتقل بين البري سينابتيك ميمبرين والبوست سينابتيك ميمبرين والخصائص تبعيتهم، يعني بشكل عام، يعني زي التوجيهي، زي ما فكرة التوجيه ان شاء الله. بسم الله نبدأ. Overview of the nervous system. The nervous system along with the endocrine system helps to keep controlled conditions within limits that maintain health and to help maintain homeostasis. يعني بشكل عام مفهوم الهوميوستاسيس اللي هو التوازن، يعني بشكل عام الجهاز العصبي والجهاز الغدد، تمام، الغدي، تمام، بيتكاملوا مع بعض عشان يوصلوا لي الجسم الى حاله من الاتزان، تمام. يعني وهي راح تاخذ تفاصيل اكثر بالجهاز العصبي. يعني the nervous system collects variable information from the inside and outside the body through specialized neurons to help in homeostasis maintenance. يعني بشكل عام النيرف سيستم زي ما بتعرف بيستقبل وبيبعث، يعني بشكل عام الجهاز العصبي بيستقبل المعلومات من داخل والخارج عشان يعرف ايش يسوي عشان يوصل لحل الاتزان اللي حكينا عنها والحالة الفسيولوجية الطبيعية. The nervous system is responsible for all our behaviors, memories, intelligence and movement. تعرفوا سلوكياتنا تعتمد على الجهاز العصبي، ذكرياتنا، ذكائنا، التحركات تبعيتنا وما ذلك، هاي كلها بيحددها الجهاز العصبي، تمام. هلا الميجر ستراكشر اوف ذا نيرفس سيستم بناخذها بشكل مفصل، بس تعرفوا انتم بالهيستولوجي او الاناتومي عن شيء اسمه سنترال نيرفس سيستم وعن شيء اسمه بريفيرال نيرفس سيستم، تمام. هلا في عنا زي ما اتوقع اخذينها بالهيستولوجي انتم different types of neurons. هلا هي بشكل عام يعني ما فيها الفهم، يعني هي مادة هيستولوجي يعني، ولكن دكتور محمد شعبان كان حاطط لنا اياها. بشكل عام عندنا شيء اسمه مالتي بولر نيورون وعندنا باي بولر نيورون ويوني بولر نيورون. المالتي بولر نيورون يحتوي على اكثر من دندرايتس، تمام، دندرايت واحد، ويحتوي على اكزون وسيل بودي، تمام، بينما الباي بولر يحتوي على 1 دندرايت وان اكزون وان سيل بودي، او يسموها مصطلحات اخرى اي ثينك سوما، تمام. بينما اليونيبولر بيكون موصول بالأكسون وعنده one more than dendrites and axon، تمام. فبشكل عام ممكن يجيك السؤال مثلا ايش هو what is the neuron type that has multi dendrites and one axon and the dendrites are connected to the cell body، اللي هي هاي، تمام، انه هاي ممكن تحتوي على اكثر من دندرايت، بس مش الدندرايت مش مرتبطة بالسلبة دي. هيك ممكن تجيكم اسئلة، ممكن تجيكم سؤال مثلا هون ايش هو ما what is the neuron type that has one dendrite and one axon، البايبولر النيورون، وعلى هذا المنوال. بس نحن اكثر دراستنا راح تكون بشكل عام على المالتي بولر نيورون. هلا مالتي بولر نيورون زي ما حكينا عنده اكثر من طرف او تفرعات او الدندرايت، تمام، وعنده السلبدي وعندنا الاكسون. هلا احنا الاكسون نعرف نحن زي ما شرحت لكم تشابتر 5 يحتوي او يحوط بماده الليبيديه تسمى مايلين شيث، تمام. فهي زي ما حكينا ذكرنا بالمحاضرة أو تشابتر رقم 5 إنه المادة هاي تساعد على حماية
النيورون هاد، وتساعد على والوظيفة الأهم اللي هي تسريع الأكشن بوتنشل داخل الأكزون. هلا إذا ما تتذكروا بشابتر 25 القسم الثاني على الأغلب شرحت لكم إنه ممكن يصير عندي شيء اسمه ديمايلينيشن، إنه إذا واحد مثلا صافي عنده سيفير هايبونتريميا أو صافي عنده انخفاض بالتركيز الاكستراس او الانترستيشال فلويد، فبصير المياه اللي حوالين او السوائل اللي حوالين المايلين شيث بتكون تركيزها اقل من المايلين شيث نفسه، فبصير في ديفيوجن للداخل، فهي بتعبى مي، هذا كله بتعبى ماء، فهذا راح يؤدي لي تمام. فانا اذا بدي اعالجه بدي اعالجه شوي شوي، يعني اذا حطيت له السائل بحيث انه صار الانترستيشال فلويد هايبرتونيك بشكل سريع، ممكن يؤدي الى يصير في عندي رابيد ديفيوجن للخارج، فممكن يصير عندي تمزق بالمايلين شيث واللي بدها فتره طويله لحتى تتعافى يعني. فهاي الكلينيكال فيتشرز اللي مرت معنا من قبل حبيت اذكركم فيها. ذا سينابس، منطقه التشابك العصبي، زي ما اخذنا بالتوجيه في عنا شيء اسمه بري سينابتيك ممبرين وعنا بوست سينابتيك ممبرين. هلا هاي اهم الشغلات ممكن تتواجد. طيب البري سينابتيك فيسيكلز كونتين نيورو ترانسميتر سبستانس تو اكسايت اور انهيبيت بوست سينابتيك نيورون، يعني هاي البري سينابتيك فيسيكلز تحتوي على نواقل عصبيه بتحفز لي البوست سينابتيك ممبرين او تضبط لي حسب شو الماده. يعني مثلا بالبريفيرال نيرف سيستم تمام، عاده الماده بتكون استيلكولين وعاده بتحفز، يعني في بعض الاماكن ممكن تضبط تمام حسب وين تمام. فممكن تعمل اكسايتيشن اور انهيبيشن تمام. لاحظ احنا بالبري سينابتيك ممبرين في عنا شيء اسمه الميتوكوندريا. طب ليش الميتوكوندريا؟ عشان بروفايد انرجي تو لتصنيع النيورو ترانسميترز، يعني احنا بنصنع النيورو ترانسميترز من طاقه، مواد يعني مصنع بدنا طاقه، ومين مصنع الطاقة؟ الميتوكوندريا. الممبرين ديبولاريزيشن باي ان اكشن بوتنشال كوزز امبتينج اوف سمول نمبر اوف فيزيكلز انتو ذا سينابتيك ليفت ويتش اكسايتس اور انهيبيتس ذا بوست سينابتيك نيورون. زي ما حكينا لما يصير في عندي ديبولاريزيشن هون يصير عندي بولاريزيشن بالاكشن بوتنشال، بصير في عندي تفريغ للترانسميتر فيزيكلز من البري سينابتيك ممبرين للبوست سينابتيك ممبرين تمام. البوست سينابتيك ممبرين ممكن تكون السوما اوف ذا نيورون او ممكن تكون ذا دنترايت اللي حكينا عنها قبل شوي تمام. تمام فهذا اللي حكينا، فيا بتضبطوا يا بتحفزوا. هلا بوست سينابتيك ممبرين وذ سبيسيفيك ليجند جيتد ريسبتور تو ذا نيورو ترانسميتر، زي ما حكينا انه في مستقبلات معينه زي هدول تكون موجودات تستقبل السيالات العصبيه، راح نشرحها بالتفصيل ان شاء الله تمام. هلا عنا نوعين من المناطق التشابك العصبي، عنا two types of synapses electrical synapse وعنا chemical synapse. هلا electrical synapse يعتمد على الionic current التيار الأيوني الذي ينتشر للخلايا عن طريق أو الخلايا الأخرى أو الأغشية الأخرى عن طريق gap junctions، إذا بتذكروها بالهيستولوجي أخذناها. Faster two-way transmission capable of synchronizing groups of neurons تمام. يعني أسرع. وهلأ هلأ بتقولي طب كيف أسرع من الكيميكال؟ هلأ بشرح لكم كيفية تمام. وعندنا الكيميكال synapse one-way information transfer from pre-synaptic neuron to post-synaptic neuron، خلاص طريق واحد مسرب واحد ما في رايح راجع عكس الالكتريكال synapse تمام. هلا في مصطلحات بدكم تعرفوها اللي هو الاكسو اكسودندرايتك فروم اكسون تو دندرايت، اكسوسوماتيك اكسو اكسونيك، اكسوسوماتيك فروم اكسون تو سيل بودي، اكسو اكسونيك فروم اكسون تو اكسون تمام. هلا الكيميكال سينابس رح نحكي عن الكيميكال سينابس اللي هي هاي تمام. اكشن بوتنشال ريتش ذا اند بلب فولتج جيتد كانلز كالسيوم شانلز اوبن، الكالسيوم فلوز ان
word triggering release of neurotransmitters. Neurotransmitters crosses synaptic cleft binding to ligand gated receptors. The more neurotransmitter released, the greater the change in the potential of the postsynaptic cell. Synaptic delay is 0.5 milliseconds. One way information transfer. هلا هذا الشعوذات كلها I think مفروض اخذتوها بالتوجيه بس راح نحكيها مرة ثانية. يعني بشكل عام اشرح لكم مع السلايد هاي او السلايد هاي ما. لا السلايد هذيك فيها توضيح اكثر. تمام هلا هون يا اعزائي الكرام البري سينابتيك نيورون هذا البوست سينابتيك نيورون. خليني قبل ما اشرح لكم خليني احكي لكم شو الشغلات اللي عليها. هلا هاي السينابتيك فيزيكلز اللي تحتوي النواقل العصبيه زي الاستيلكولين والريبينفرين والبينفرين وما الى ذلك. تمام عندي كالسيوم فولتج جيتد شانلز. تمام هاي إذا زي فكرة الصوديوم فولتج جيتد شانلز إذا صار في عندي زيادة بالجهد الكهربائي بتحفز وبتفتح وبدخل الكالسيوم. تمام وإلها سينابتيك إند بلب ممكن تسميها أنا. تمام هلا في شيء مسمى اسمه السينابتيك ليفت اللي هي المسافة بين البري سينابتيك نيورون والبوست سينابتيك نيورون. تمام هلا عنا شيء اسمه ليجند جيتد شانل كلوزد اسف ليجند جيتد شانلز اللي هي القنوات اللي بتكون في العصبون البعد التشابكي او البوست سينابتيك ميمبرين واللي يتم تحفيزها عاده عن طريق احنا نحكي بكيميكال سينابس طبعا عن طريق النيورو ترانسميترز او الكيميكال ستيمولس زي الاستيلكولين ابينفرين وما الى ذلك. تمام فهي لما تتحفز بتفرز لي بتفتح القنوات فهي بداخل يا صوديوم حسب الايون حسب شو نوع السيال العصبيه دخل. بس خلينا نحكي احنا بالحاله العامه بيجي استيلكولين برتبط هون فبفتح لي القناه هاي فتفوت الصوديوم فبيبدأ عندي اكشن بوتنشال وبنتقل للاكزون على طول محور العصب او الاكزون. تمام فهي هي الفكره اللي بدي احكي لكم اياها. تمام ففي مصطلح اسمه سينابتيك ديلي. طب ليش بصير عندي يعني شو يعني سينابتيك ديلي اللي هو انه بصير عندي تاخر بالانتقال يعني بينما الالكتريكال سينابس ما عندي هالتاخر. طيب ليش هلا خلينا نشرح لكم عن الالكتريكال سينابس. الالكتريكال سينابس بشكل عام كل مبسط زي سلك الكهرباء. تمام ايونيك كارنت سبريدز تو نيكست سيل ثرو جاب جانكشنز فاستر تو واي ترانسميشن كابل اوف ساينوكرونايزنج جروبس اوف نيورونز. هي مثلا ممكن تلاقي الجاب جانكشنز بالكارديومايوسايت سيلز. تمام بالقلب ممكن تلاقي هالجاب جانكشنز وبتلاقيها بأماكن معينة بالجهاز العصبي. تمام هلا بشكل عام بصير عندي اكشن بوتنشل هون على طول بنتقل لتحت ما في داعي يصير في عندي التحام وتفعيل ايونات كالسيوم وما في داعي كالسيوم يفوت يرتبط مع السينابتيك فيزيكلز والفيزيكلز تنتقل من البري سينابتيك بوست سينابتيك ميمبرين وقصة. هلا بشكل عام خليني احكي لكم ليش بصير في عندي ديلي. بيجي للسيال العصبي، السيال العصبي عشان لما بده يجي المنطقة هاي بده وقت، ولما يجي المنطقة هاي بده أول شيء يرفع لي الجهد الكهربائي، لما يرفع لي الجهد الكهربائي للمنطقة هاي بده لسه يفتح لي قنوات الكالسيوم، لما يفتح لي قنوات الكالسيوم بدها تفوت أيونات الكالسيوم من الخارج إلى الداخل، فهي بدها وقت، ولما بنفتح القناة بدها وقت. تمام دخلت أيونات الكالسيوم، فأيونات الكالسيوم قدرت تعمل التحام مع السينابتيك physicals. تمام طب عشان تلتحم معها وتخليها وتحفز ليها انها تطرح محتوياتها الى البوست سينابتيك ميمبرين انا بحاجه الى وقت يعني. تمام طرحت محتوياتها الى خارج الى شو اسمه البوست سينابتيك ميمبرين بدها وقت في عندك مسافه معقوله. تمام بدها تروح تطلع ولسه بدها ترتبط ليش بالايش بالليجند جيتد شانلز. تمام بالبوت سينابتيك ميمبرين لسه بدها ترتبط لسه بدها تفتح القنوات هاي ولسه بدها يفوت ايونات الصوديوم من جوا هذا كله تاخير هذا. تمام بينما الالكتريكال عطول بدخل السلام عليكم وعليكم السلام خلاص خلصنا. تمام والكيميكال سينابس ميزها انه وان واي انفورميشن يعني خلاص من اللي يعني ما في بس سيده يعني ما في يمين ويسار ما في قدام ورا هيك سيده ما بيلف ودور بينما الالكتريكال بيلف ودور كثير يعني بيطلع بينزل بيطلع بينزل
كثير. هلا الـ action of neurotransmitters on the postsynaptic neuron. عندنا الـ postsynaptic membrane contains receptor protein for the transmitter released for the presynaptic terminal. حكينا احنا بالـ postsynaptic membrane عندنا receptors تستقبل الـ neurotransmitter. These receptors contain binding component and ionophore component. تمام؟ هي مستقبلة تحتوي على أماكن الارتباط هي المواد. تمام؟ The binding component binds to the transmitters ترتبط بالنواقل العصبية. تمام؟ The ionophore component either opens an ion channel or activates the second messenger system. هلا هدول second messenger system راح نحكي فيه بالسلايد هاي. هلا بشكل عام النيوروترانسميتر راح اشرحكم اياه بتفصيل اكثر بفيديو ثاني اشرحته اي ثينك السنة الماضية، بس نشرح لكم اياه مرة ثانية. هلا بشكل عام النيوروترانسميتر ممكن يكون له دور، نيوروترانسميترز يعني ممكن يتم افرازها زي ما بتعرفوا يا بالدم زي الابنفرين نور ابنفرين والشغلات هاي، او ممكن يكون افراز عن طريق اعصاب. تمام؟ يعني تمام، فممكن يكون بالدم عنا نوع من انواع النيوروترانسميترز ارتبط بريسبتر معين موجود باحد الخلايا. تمام؟ او ممكن تمام بحث الخلايا. تمام؟ فبيجي الترانسميتر هاد. بس قبل ما نحكي عن شو بصير، في عندي شيء اسمه جي بروتين. جي بروتين عبارة عن بروتين يتكون من 3 سب يونتس، الفا بيتا جاما. هلا له نوعين بتاخذهم من فارماكولوجي بالتفصيل اكثر. تمام؟ شو وظيفهم، شو تاثيراته عن السكند ماسنجر. في انواع، في ثلاث انواع سكند ماسنجر. تمام؟ احنا دكتور احمد شعبان ركز على بس السايكليك ام بي. تمام؟ هلا بشكل عام هذا بيكون ما قريب من الريسبتر الجي بروتين، فما يتم تفعيل الريسبتر تمام بالترانسميتر او نيورو ترانسميتر. تمام؟ بالريسبتر بيعمل لي زي انه تحفيز للبروتين انه ينفصل، الجابا والالفا يونت بينفصلوا بيروحوا. تمام؟ بصير الفا سب يونت اللي هو الجزء الشغال اللي هو اللي بحفز لي عمليات معينة. العملية الأولى إنه ممكن ألفا سبيونات يروح على قناة مو مثال عليها لبوتاسيوم شانل. تمام؟ ويفتح لي إياها ويصير في تدفق بوتاسيوم من الداخل إلى الخارج. الوظيفة الثانية ممكن في عندي شيء اسمه أدينايل سايكليز. تمام؟ هو إنزيم بيحفز لي تكسير او تحويل اي تي بي لسايكليك اي ام بي. سايكليك اي ام بي اللي هو سكند ماسنجر. في كثير من طلاب عوقتي كانوا يفكروا الجي بروتين هو سكند ماسنجر. لا، الجي بروتين مش سكند ماسنجر، السكند ماسنجر هو عباره عن سايكليك اي ام بي. تمام؟ فالوظيفه الثانيه زي ما حكينا انه الالفا سب يونت يؤدي لي الى يحفز لي واحده من ممبرين انزيمز تكون على سطح الغشاء الخلوي، وممكن يعمل لي تحويل اي تي بي لسايكليك اي ام بي. تمام؟ الوظيفة الثالثة والرابعة المتشابهات بحسهم أنا، activates one or more intracellular enzymes. بتكون انزيمات موجودة داخل أو قريبة من النواة لأغراض معينة. تمام؟ و activate genes transcription. مثلا هاي الألفا سبيونت تروح على الـ DNA وتخلي DNA ينتج لي mRNA معين عشان ينتج لي بروتين معين. تمام؟ هاي التفاصيل تاخدوها بالجيناتكس ان شاء الله، ما في داعي اعجبكم فيها يعني يصير في عجقة. هلا في عنا اشي اسمه excitatory and inhibitory postsynaptic potentials. هلا شو يعني excitatory، ايش يعني inhibitory؟ excitatory زي ما بتعرفوا يعني تحفيز، inhibitory يعني تضبيط. postsynaptic potentials هلا ممكن النيوروترانسميترز اللي معي ممكن يكون excitatory ممكن يكون inhibitory. يعني فبيكون عندي depolarizing postsynaptic potential is called EPSP. تمام؟ هلا عندي الـ EPSP، ايش معنى EPSP؟ صلوا لي على النبي، هسا خليني افسر لكم اياها. انا عندي، لا اله الا الله، خلينا لون ثاني، لون غير الاحمر، مثلا ازرق. هذا الـ presynaptic، وانا اجي لكم لون ثاني، وهذا البوست سينابتيك. تمام؟ هلا البري سينابتيك، ممبرين، خليني ارزم الازرق. تمام؟ البري سينابتيك ممبرين
ممكن يفرز لي مواد معينة تعمل لي تحفيز للبوست سينابتيك ممبرين. تمام، يعني هي فكرة دقيقة كثير، ركزوا معي. يعني بشكل عام، إذا أنا المادة الكيميائية اللي تم إفرازها بري سينابتيك ممبرين قدرت تعمل لي تحفيز، كيف تحفيز؟ يعني فتحت لي قنوات أيونات موجبة بحيث انها تدخل لجوا، يعني بحيث انها تزيد لي الموجبيه تبع البوست سينابتيك ممبرين. يعني اذا مثلا على فرض افرزنا اسيتيل كولين من المنطقه هاي، احدي لي مثلا على مثال فتح قنوات الصوديوم. تمام، لما تفوت قنوات الصوديوم بيزيد الجهد تبعها، بصير موجب. فبالحاله هاي بنسميها هاي المنطقه هاي اي بي اس بي اكسايتوتوري بوست، هاي اكسايتوتوري بوست سينابتيك بوتنشال. ليش اكسايتوتوري؟ لانه زاد جهدها، صارت محفزة. بوست سينابتيك بوتنشال انها بوست، يعني اسمها بوست سينابتيك بوتنشال، يعني انا رفعت جهد البوست سينابتيك ممبرين. تمام، هاي الفكرة ركزوا عليها مرة ثانية. البري سينابتيك ممبرين اذا افرزت مواد بتحفز البوست سينابتيك ممبرين، هاي بنسميها بحالة تحفيز او بحالة نشاط. تمام، فهي الفكرة. بينما صار عكس، هي أفرزت مواد مثلا زي الجابة مثلا وفتحت لي قنوات، مثلا ممكن تفتح قنوات موجبة بس تقلل لي الجهد. كيف؟ مثلا قنوات البوتاسيوم بيطلع الصوديوم لبرا فبصير ايش؟ سالب. تمام، مثلا تفتح ايونات الكلور فبصير سالب، تفق ايونات الكلور الى الداخل. تمام، من الخارج للداخل، بتعرف ان الكلور تركيزه برا اكثر من الداخل، فبيؤدي لي يصير انه انهبيتور، بصير اسمه اي بي اس بي انهبيتوري بولس سينابتيك بوتنشال. تمام، بحاله ركود، بحاله تثبيط. تمام، هايبر بولاريزيشن. تمام، هاي هي الفكره وما فيها. تمام، خلينا نحط الليزر بوينت. تمام، انا بقول لك the effect of the neurotransmitters can be either excitatory or inhibitory. Depolarizing post-synaptic potential is called EPSP. It results from opening of ligand gated sodium channels. ممكن بعض الاحيان ممكن دكتور يلعب معك يقول لك كالسيوم اذا دخل جوا بيرفع لي الجهد. مزبوط، فممكن نحط كالسيوم. ممكن يجيب خيارات ما يحط لك صوديوم، ممكن يحط لك كالسيوم، فكالسيوم جواب صحيح يعني على الاغلب، يعني انه زي ما تعرفوا بالعضلات يعني راح يرفع لي جهدها تبع من الداخل يعني. The post synaptic cell is more likely to reach a threshold. هسه مو شرط انها توصل للجهد العتبة، مو شرط انها توصل للجهد العتبة. يعني مثلا زي ما حكينا هذا البري سينابتيك، هذا البوست سينابتيك. تمام، انا ممكن ارسل اشارات من الدماغ انه خلي هاد، تمام، يرسل شوية نواقل عصبية تفتح لي شوية قنوات صوديوم بحيث انها ترفع الجهد الى حد معين. يعني مثلا خلينا نعتبر انه جهد الخلية كان مثلا سالب 60 مثلا. تمام، سالب 60، انا بدي ارفعه الى حد معين، سالب 56. تمام، ملي فولت، طبعا ملي فولت وملي فولت. تمام، انا بدي اوصله لهذا الحد انه عندي سالب 55 55 هو الثريشولد. تمام، طبعا ليش بدي اعمل هالحركة هاي؟ عشان انا في مناطق معينة بالجسم بدي اياها تكون حساسة لاي ستيمولس ممكن يجيها. ممكن يجيها ستيمولس ضعيف قيمته، مثلا يرفع لي الجهد تبع الخلية 1 ملي فولت، انا بحتاج هذا الستيمولس عشان استجيب له. اماكن حساسة، تمام، بدي اي منبه لو كان ضئيل تأثيره عشان أوصل الثريشولد. تمام، هلا ممكن وظيفة ثانية، أنا مش عندي، حكيت لكم إنه الجهد الخلية سالب 60 ملي فولت. تمام، فأنا بدي أماكن معينة إنه مو سهل يتم تحفيزها، فإيش بعمل؟ بخلي البري سيناتيك ممبرين يفرز مواد، تمام، تقلل لي الجهد تبع البوست سينابتيك ممبرين. يعني مثلا تفتح لي قنوات البوتاسيوم او تفتح لي قنوات الكلور او. تمام، فهذا يؤدي انه مثلا من سالب 60 يصير مثلا سالب 70 ملي فولت. تمام، فمو اي منبه ممكن ينشطها. تمام، فتمام، هاي هي الفكره، ان شاء الله تكون وصلت.
تمام. خليني هلا انا ايش احط الليزر بوينت. تمام هلا حكينا the postsynaptic cell is more likely to reach threshold. هاي حكينا عن هالفكره هاي ليش. an inhibitory postsynaptic potential is called IPSP. حكينا نحن اذا صار في تثبيط للpostsynaptic membrane هي بنسميه EPSP. تمام. It results from the opening of ligand-gated chloride or potassium channels. It causes a postsynaptic cell to become more negative or hyperpolarized. الزيادة في الاستقطاب. The postsynaptic cell is less likely to reach threshold. حكينا احنا ما بدنا احنا بدنا نزود قابليتها او نضعف قابليتها ان توصل للثريشولد. Three possible responses. عندنا three possible responses. تمام هي حكينا عن هالفكرة هاي بالسلايد الماضية انه ال small EPSP okay potential reach the minus 56 millivolts only. تمام وصلت انا لسالب 56 بس الجهد الجهد العتبة اللي هو سالب 55 اجاني امبلس ضعيف تمام او ستيمولوس ضعيف صار في عندي threshold على السريع. حتى اتوقع كنت بقرا اي ثينك مقاله انه واحد يشرب قهوه او مثلا تمام ليش بصير صاحي. بشكل عام المصدر الامانه زمان قارئه بس بشكل عام ممكن هذا الكافيين في قابليه انها تزيد لي زي انه انه تعمل لي تحفيز للاعصاب انها تصير تقدر انه ايش تحمس او تصير في اكشن بوتنشل لابسط المنبهات. تمام هل المعلومه مش دقيقه مش متاكد منها صحيح ولا لا بس مرت علي. هلا الاي بي اس بي اوكرز ميمبرين هايبر بولارايز بوتنشال دروبس بيلو ماينس 70 ملي فولت. تمام هاي معلومات شرحتها بشكل عام انه انا مثلا ممكن وقت النوم مثلا ما مش متاكد معلومه هاي كمان بس ممكن تكون واحد ما ينام بصير مو سهل واحد يستجيب للمنبهات بصير بده منبه قوي عشان يصحى عشان هيك واحد تضطر تصرخ او تحركه للزلمة او مثلا تكب عليه مي بحيث انه يقدر يصحى مو بسهولة بيصحى. النيورو ترانسميترز هلا في عنا نوعين نيورو ترانسميترز عنا both excitatory وعنا inhibitory. نيورو ترانسميترز are present in the CNS and the peripheral nervous system. The same نيورو ترانسميترز may be excitatory in some locations and inhibitory in others. يعني في عنا أنواع كثير يعني زي ما حكيت لكم ممكن أستيل كولين ممكن يكون فعال بالبريفرال نيرفا سيستم بس ممكن بالسنترال نيرفا سيستم يعمل دور تثبيطي inhibitory effect. تمام هلا الدكتور حمد شعبان ما كان يطالبنا بالحفظ حفظهم كلهم تمام بس ممكن درسكم دكتور رياض ممكن يطالبكم بالحفظ لأنه يعتمد طريقة شرحه تعتمد على الحفظ أكثر من كونها فهم. تمام على الأسف الشديد لعنا important neurotransmitters include acetylcholine, glutamate, aspartate, gamma, aminobutyric acid, glycine, norepinephrine, epinephrine and dopamine. هلا أتوقع وقتنا كان ركز على norepinephrine والإبنفرين اللي هي نفسهم النورأدرينالين والأدرينالين في كتب ثانية. الدوبامين هاي I think راح تاخدوها بالفارماكولوجي يعني هتحفظوها بكل بساطة والنورأبينفرين I think والإبنفرين يعني إلا مستقبلات مثلا بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 وما إلى ذلك يعني دوبامين 1 دوبامين 2 اللي بيعمل فازو كونستراكشن اللي مثلا بيزود لي دقات القلب اللي بيعمل فازو دايليشن حسب شو نوع الريسبتر الفا ولا بيتا يعني هي التفاصيل تاخدوها بالاي ان اس اتونوميك نيرفوس سيستم يعني ان شاء الله. هلا نيوروترانسميتر افكت نيوروترانسميتر افكت كان بي موديفايد يعني ممكن احنا نتحكم ب يعني زي انه بقوتها او تأثيرها. بس قبل ما اخوض بهدول الكلمات راح احكي لكم ايش معنى المصطلحين هدول انغونست وانتاغونست راح تاخذوهم بالفارماكولوجي. انغونست anything that enhances a transmitter effects. انتاغونست anything that blocks the action of the of a neurotransmitter. انغونست يعني مثلا عندي مثلا مو بس بالنيورو ترانسميترز هي كمان بالدرجز كمان يعني مصطلح الانغونست والانتاغونست موجودة بالهرمونات بالدرجز بالنيورو ترانسميترز وما إلى ذلك. يعني مثلا أي شيء بيقوي لي تأثير النيورو ترانسميتر هذا يسميه انغونست. انتاغونست أي شيء بيعمل لي بلوك أو أضعاف هم يسميه انتاغونست. تمام كيف ممكن أعمل تأثير انغونست مثلا ازود الكميه اللي مثلا
عندي مثلا بالعادة بيتم إفراز 10، خليني أرسمكم إياها. هاي سينابتك وهي لا دقيقة أرسم لكم، تمام، وهي البري سينابتك، تمام. أنا بالعادة يتم إفراز مثلا، ما تدققوا على الأرقام، مثلا يتم إفراز 4 أستيلكولين، تمام، 4 أستيلكولين بارتيكلز جزيئات، تمام، حلو. فبالعادة أنا إذا مثلا بدي أخلي مثلا أنجونس رياكشن، طبعا في مستقبلات هون بتكون، تمام، بدي أزود التصنيع، تمام، عشان يزيد التأثير، أو مثلا أزود الريسبتورز، تمام، أو عشان يصير تأثير أكبر، تمام، أو مثلا أعطي مادة تعطي نفس مفعول الأستيلكولين مثلا، تمام، وما إلى ذلك. أنتاجونس مثلا أعمل تثبيط لميكانيزم التصنيع تبع الأستيلكولين مثلا، فهذا راح يدي لي إنه مثلا يصير في عندي ضعف التأثير في بعض الأمراض أوتوأمين ديزيز، راح أحكي لكم عنها إن شاء الله الأسئلة قدام، حتاخدوها بالفارماكولوجي وأدوية تبعيتها. مش هحكي لكم أسماء الأدوية عشان ما تكون تنعجقوا شوية، بس هحكي لكم الميكانيزم وأسماء الأدوية حفظ هيك هيك، تمام. فزي ما حكينا أنتاغونس ممكن أمنع تصنيع الأستيلكولين من نفسه، أو مثلا ممكن أزود البلوكات، أو ممكن أدمر الريسبتورز الموجودة هون، فبطل أصلا في مجال إني أستقبل الإشارات، يعني ما في ريسبتور أصلا، كيف ده كان أستقبل الأستيلكولين أصلا اللي هو بده ريسبتور عشان يعطي مفعوله، فمش ظابطة، تمام. هاي الفكرة إن شاء الله تكون وصلت. يعني ليزر بوينتر، ننتقل للسلايد الثاني. هلا سمول مولكيول نيورو ترانسميترز، هلا عندنا الاستيلكولين ريليس باي ماني بريفرال نيرفس سيستم نيورونز اند سام سنترال نيرفس سيستم نيورونز اكسيتاتوري اون نيورو ماسكولار جانكشن. اي شرحت لكم اياها السنه الماضيه بقسم الشابتر العضلات، بات انهيبيتوري ات اذرز ان اكتيفيتد باي استيلكولين ساتريز، تمام. هلا انت تعرفوا انه الاستيلكولين ستريز هو انزيم بيكسر لي الاستيلكولين، تمام. ليش؟ عشان زي ما اخذته بالتوجيه نحن، انه احنا عشان نتخلص من تنبيه المادة هاي الكيميائية، انا بدي اقضي عليها، يا انه بسحبها بطلعها، يا انه بكسرها. هلا في نوع من ال خليني اطلع نعمل انشو اورجيكم احنا هلا في بعض الامراض الاسم هذا صعب صراحة اقراه، يعني شايف سنة ثانية حفوت ثالثة وصعب لي اقراه، بس خلينا نجرب عشان بدون تنمر لو سمحتوا. مايثينا جريفز، تمام، اذا is an autoimmune disease which result from antibodies that blocks or destroy nicotinic acetylcholinic receptors at the junctions between the nerve and the muscles. These prevent nerve impulses from triggering muscle contraction. تمام. هلا في بعض الأدوية احنا مستخدمها عشان نقلل، ممكن نعمل تشخيص او diagnosing للإشي هاد، فأنا بوصف للمريض إذا أنا كنت شاكك إنه مثلا مش قادر أحرك عضلاته بسبب وجود عنده هذا المرض، فكيف بدي أكد تشخيص؟ عن طريق أوصف له أسيتيلكولين ستريز إنهيبيتر، تمام. الأسيتيلكولين ستريز إنهيبيتر هذول بيأدوا إلى تثبيط الأسيتيلكولين ستريز، تمام، وصير في زي إنه تنبيه زيادة، تمام، بحيث إنه هلا هو حكى لك انه ديستروي ريسبتورز. هلا انا مثلا خلينا نحكي بالوضع الطبيعي عندي مثلا 10 ريسبتورات، او خلينا نحكي 100 ريسبتور، تمام، والحاله الطبيعيه وعندي، خليني ارسم لكم اياها عشان توصل الفكره اكثر. عندي يا سيدي العزيز 100 لون ثاني، عندي 100 ريسبتور، تمام، ويتم إفراز مثلاً خلينا نحكي مثلاً 1000 أستيلكولين، تمام. فعلياً 1000 كلهم ما راح يتصلوا أو ما راح يلحقوا، لأنه في عندي إنزيم اللي هو اللي هون موجود بيكون
تمام، اللي هو بيسموه استيلكولين ستريز. يعني عقبال ما توصل 1000 للمية الميت ريسبتر ممكن يكون راحوا نصهم او مثلا 3/4 مثلا، فبيبقى عندي مثلا 200 ريسبتر، 200 استيلكولين، ومش كلهم راح يرتبطوا المية. تمام، هذا الوضع الطبيعي، مثلا ارقام ما مش صحيحه ولكن عشان تتضح الفكره. تمام، هلا انا بحاله الاوتو اميون ديزيز بكون مثلا عندي فقط مثلا 30 ريسبتر وبيكون عندي 200. طب انا زي قلت لك اذا انا زودت عدد الريسبتورات بده يزيد التاثير، بس اذا قللته بده يقل التاثير. فانا شو بعمل؟ بوقف الانزيم هذا، بثبطه بحيث يصيروا الالف كلهم يوصلوا لل 30 ريسبتر، فبصير في عندي تنبيه اكثر، فبعالج له المشكلة تلقائيا، وهذا بيكون تشخيص للحالة هاي. تمام، خليني اعمل انت شو. تمام، مش غلط مرجيكم كم انه اسماء ادوية في عنا. لا اله الا الله، فيستوستجمين، قرأتهم، مش موجودات هون. المهم خلاص مش مشكلة، بتدرسون بالفارماكولوجي يعني ما في داعي، يعني فيستوستاجمين وما إلى ذلك، يعني نست نيوستاجمين، يعني حلوات لما نحفظهم مش غلط. خلينا نكمل نحن هون. نعمل لا هاي و بوينتر، احنا وصلنا هون. تمام، هلا عندنا هون الامينو اسيد جلوتاميت ريليس باي نيرلي اول اكسيتاتوري نيورونز ان ذا برين ان اكتيفيتد باي جلوتاميت سبيسيفيك ترانسبورترز. جابا از انهيبيتوري ترانسميتر فور 1/3 اوف اول برين سينابسز. فاليوم از ا جابا انغونست انهانسينج اتس انهيبيتوري افكت. هي ماده زي بتعمل انغونست، بتعطيه نفس التاثير تبع الجابا. نيوروبيبتايد، نيوروبيبتايد نوع من انواع البروتينات. تمام، تختلف عن النيورو ترانسميتر انها تصنع بالسيل بادي، هذا الفرق الاول. الفرق الثاني انها ابطا وحجمها اكبر ولكن مور بوتنت، مفعولها اقوى بكثير من النيورو ترانسميتر. تمام، مور بوتنت، less amount are produced as compared to the small molecules. ريموفال نيورو ترانسميتر، انا مع عمي استخدمت السيال العصبي، اسف النواقل العصبيه استخدمتها، فانا ايش بدي اخلص منها يعني طريق الديفيوجن. تمام، حتاخذوا الفارماكولوجي تفاصيل هاي. تمام، او عن طريق الانزيماتيك ديجريديشن، عن طريق الاسيتيل كولين ستريز ستريز. تمام، انزيم معين يكون موجود، زي مثلا الابنفرم النور ابنفرم لهم ستريز معينه بتكسرهم، والدوبامين كمان اي ثينك، او ابتيك نيورونز او باي اور جليا سيلز نيورو ترانسميترز ترانسبورترز. ما تفوتوا بالتفاصيل هاي. يعني البري سينابتيك انهيبيشن اكتيفيشن اوف، ولا شو يعني بري سينابتيك انهيبيشن؟ اكتيفيشن اوف بري سينابتيك سينابسز ديكريسز ابيليتي اوف كالسيوم شانلز تو اوبن اون ذا بري سينابتيك تيرمينلز. انهيبيشن اوف كالسيوم انفلكس ريزلت ان ريدوسد نيورونال اكسيتيشن. بري سينابتيك انهيبيشن اوكيز ان ماني اوف ذا سنسوري باثويز ان ذا نيرفس سيستم ذات نيورو ترانسميترز از يوجوالي جابا. يعني الفكره بدي اوصلكم اياها، خليني ارسم لكم عشان تتضح الفكره. ايش يعني بري سينابتيك؟ يعني هذا بري سينابتيك، وخلينا نحط لكم البوست سينابتيك وهذا البوست سينابتيك. تمام، خلينا نحط اصفر. تمام، هلا هذا بري سينابتيك وهذا بوست سينابتيك. تمام، هلا انا كيف بدي اعمل بري سينابتيك انهيبيشن؟ بيكون في عندي عصبون ثاني او عصب ثاني، نيورون ثاني شابك مع هاي. تمام، فانت تحكوا لي طب هيك هي بطل اسمها بري سينابتيك مبرين. لا، انا قصدي يا سيد العزيز، انا بدي اخلي سيل العصب ينتقل من هون لهون، فهاي بنسميها بري سينابتيك وهي بوست سينابتيك، ماليش دخل بالباقيات. تمام، فبيجي سيال عصبي، تمام، ممكن يفرز لي مواد زي الجابا، فبيقلل لي الجهد تبعها. الجابا مثلا اي نيورو ترانسميتر، ممكن كيف اقلل الجهد تبعها؟ انا مثلا خلي ايونات الكلور تفوت لجوا، اطلع البوتاسيوم، فجهدها بيقل، فبده منبه قوي اقوى من العاده عشان يصير في عندي زياده بالجهد الخليه. يعني زي ما حكينا، اذا كان جهدها مثلا سالب 60 مثلا، تمام،
ملي فولت بدي حتصير مثلا سالب 70 مثلا، فبدي منبه اقوى حتى توصل مثلا سالب 55 او سالب 60 اللي بدك اياه، تمام، بحيث انه الكالسيوم شانلز تتحفز عشان تفوت لجوا ايونات الكالسيوم، تفوت لجوا ايونات الكالسيوم وتعمل انه التحام مع السينابتيك فيزيكلز. فاذا هذا الحكي ما كان صار كله، ما حصير في عندي اصلا انتقال عصبي من البري سينابتيك نيورون للبوست سينابتيك نيورون. ان شاء الله تكون الفكره اتضحت. تمام، خلينا نحط البوينتر. تمام، هلا summation of post synaptic potentials. هلا تشبه فكرة الجريدد بوتنشال اللي شرحناها بشابتر 5. هلا في عندي نوعين من السميشن، في عندي شيء اسمه سبيشال سميشن، في عندي شيء اسمه تمبرال سميشن. تمام، هلا هاي فكرتهم، حرجع للسلايد لا تخافوش. السبيشال سميشن بشكل عام كيف عبارة عن شو؟ بيكون عندي هاي البوست سينابتيك ممبرين نيورون، تمام، بيكون شابك معها اثنين او اكثر بري سينابتيك نيورونز، تمام، فهذا بيعطيه مثلا ستيمولس تنبيه او تنبيه بقيمة 1 ملي فولت، وهذا 1 ملي فولت، واحكي كمان 4، هاي 4 ملي فولت، رفعناها وصلنا للثريشولد، جمعناها مع بعض وصلنا للثريشولد وصار في عندي جهد فعل. هون لا، هون ايش الفكره؟ هون بكون مربوط بمصدر واحد one source temporal summation، وبفرز لي منبهات، تمام، على مدى بتردد عالي جدا، تمام، يعني ممكن يفرز لي 15 منبه خلال فتره وجيزه جدا، وبصير في عندي اكشن بوتنشال زي هون مثلا 1 2 3 4 جمعهم مع بعض وطلعوا. خلينا نرجع سلايدات عشان نشرح لكم اياها بشكل مفصل. Special summation: excitation of a single presynaptic neuron on dendrite will almost never induce an action potential in the neuron. تمام، هلا بيقول لك الterminal واحد للpresynaptic membrane اللي هو هذا، تمام، البريسينابتيك ممكن يعني يعملي تأثير قيمته أو رفع بالجهد قيمته نص ملي فولت أو واحد ملي فولت، فأنا بحتاج بيجوز على الأقل 4 على 10، ممكن حسب يختلف من كل عصب عصب، ارقام ما تدقق على الارقام يعني، بس انا بدي كميه من العصب بحيث انه اقدر اعمل اكشن بوتنشال. When multiple terminals are excited the APSP generated may exceed the threshold for firing and induce an action potential. يعني ممكن اذا قدرنا نوصل للثريشولد ممكن يصير في عندي جهد فعل، تمام، هاي الفكره، بكون عندي اكثر مصدر بالسبيشال سميشن، بينما بالتمبرال سميشن بقول لك النيورو ترانسميتر اوبن ا ميمبرين شانل اباوت 1 ملي سكند، يعني الايونات هاي الشانلز هاي اللي نحكي عنها بتفتح لمده ثانيه واحده ملي 1 ملي سكند، بس تاثيرها، تمام، الايونات الصوديوم بتكون موجوده تعطي تاثير على فتره زمنيه مقدارها 15 ملي سكند، تمام، فبقول لك second opening، تمام، of the same membrane channel can increase the post synaptic potential to greater level. تمام، يعني تفتح بتسكر، فنجمع الايونات الصوديوم مع بعض كتركيز وكجهد كهربائي، فرح يزيد للجهد، فصير عندي ممكن action potential اذا وصلنا للثريشولد، تمام، فبقول لك اهم شيء يكون في عندي هاي فريكوانسي او rapidly repeating firing of small numbers of terminals can submit to reach the threshold of the firing. يعني لازم نجمعه زي ما حكينا هون، تمام. هلا facilitation of the neurons، هلا انا ايش عم facilitation neuron؟ انا ما بدي اوصله للثريشولد، حكيتها شرحتها بالاي بي اس بي، انا ما بدي اوصله للثريشولد النيورون، بس بدي يقترب من الثريشولد عشان اقدر احفزه بنبهات بسيطه، تمام. نقول لك often the summated post synaptic potential is excitatory in nature but has not reached the threshold level. يعني مثلا اذا اجاني منبه تمام بس ما وصل للثريشولد، تمام، بس ايش عمل؟ زاد جهد البوست سينابتيك ممبرين، تمام، ما وصل جهد الفعل او ما وصل الثريشولد جهد العتبه، هو صحيح ما وصل جهد العتبه بس ساعد انه يزيد موجبيه البوست سينابتيك ممبرين. فاذا اجى منبه ثاني وراه ممكن يصير في عندي ثريشولد مع انه نفس القيمه، بس الفرق انه
هذا النيورون او هذا العصب صار محفز بين قبل ما كان محفز نفس فكره الاي بي اس بي ولك this neuron is said to be facilitated because the potential is nearer to the threshold of for firing than normal but not yet to the firing level يعني لسه ما وصلنا للثريشولد بس صار اقرب للثريشولد ولك it is easy to stimulate this neuron with subsequent inputs Function of the dendrites in stimulating neurons. هاي المفروض أخذتوها I think بالهيستولوجي. Dendrites spaced in all directions from the neurons from the neuronal soma. الصومة بتكون بالنص وبتكون زي إنه عملية أشواك وتشابكات. هلا بقول لك allow signal reception from the larger spatial area providing opportunity for the summation signals from many presynaptic neurons. يعني ممكن تكون شابكة مع أكثر من presynaptic neuron وتجمع لي محصلات المنبهات تبعيتهم تستقبلهم. تمام هلا بقول لك dendrites don't transmit action potential هي شغلتها زي وسيط ما بتعمل action potential ما بتعمل أي شيء بس زي فكرة سلك الكهرباء السبب هذا يعزى لأنهم يمتلكون أو أنها تمتلك الدنترايز تمتلك few voltage gated channels أو channels وزي ما حكينا dendrite function dendrite transmit signals by electronic conduction تمام transmission of current by conduction in the fluid of the dendrite عن طريق السوائل fluid no generation of action potential in the dendrites الفتيك ايش يعني فتيك هل الفتيك ياتي معنى الوهن الضعف العوز او الحاجه او النقص هلا بشكل عام احنا بنعرف انه عندي presynaptic وعندي postsynaptic البresynaptic له مخزون محدد من neurotransmitters تمام خلينا نحكي مثلا 100 مثلا انا فضيتهم كلهم لهون وصلوا لهون تمام فعليا هذول مخازن انا عشان اصنع النيورو ترانسميتر هذول بدي وقت فاذا انا كان تحفيز النيورو ترانسميترز او استهلاك نيورو ترانسميترز اكثر بكثير من قدرة استيعابهم وارجاعهم وتصنيعهم فانا رح يصير في عندي نقص فعليا اعطيكم مثال بسيط عندكم مثلا اجرب واحد من اصابعكم ضلكم تحركوها لمدة دقيقة كاملة تمام هذا راح تحسوا انه ها راح تحسوا اول شيء في شد انه مو شد انه في ضعف انه بلشت تضعف حركه العضله بطلت تقدر تتحرك اكثر من مره تمام بعدين توصل لمرحله انها خلاص توقف او انه تحس بضعف شديد ما فيك تحركها فهذا يسمى الفتيك موجود مصطلح الفتيك بالعضلات وموجود بالنيورونز كمان فانا لما استنفذ الـ stores of transmitter in synaptic terminals يكون الاستهلاك أكثر من الإنتاج فأنا هيك على المدى الطويل يعني مثلا أنا على المدى الطويل بحف زي مثال حركة الأصبع أضل يحركها دقيقة أو دقيقتين أو أكثر تمام فهذا رح يؤدي لي إلى أنه يصير في ضعف وهن نقول لك تمام فأقول لك causes area يعني أنا اختصرت لك الـ موضوع كان النقطة الأخرى development of fatigue is a protective mechanism against excess neural activity يعني ممكن بعض الأحيان يكون protective mechanism إنه مثلا إذا أنا بدي أضلي مثلا أحفز العصب هذا أو مثلا العضلات هاي تضلك تحرك 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 هيك أنا بتعب العضلة مثلا فاهم علي كيف فأنا بدي مثلا أقلل عدد خلاص بوقف خلاص ريح شوي ممكن أذي العضلة إذا تضل يحركها وما إلى ذلك أصلا العضلة نفسها ممكن صلها فتيق بطرق ثانية تمام فقدان طاقة فقدان نيورو ترانزميتر زي ما حكينا وما إلى ذلك فنعم فأقول لك causes area of nervous system to lose excitability after a while يعني خلاص بطل فيه تحفيز إنه خلاص خلصنا من المخازن تبعت نيورو ترانزميترز هلا في مصطلح تاني اسمه post tetanic fasciation اللي هو زي ما حكينا عنا presynaptic membrane وهي post synaptic membrane تمام presynaptic membrane صار في عندي زي إنه rush من النيورو ترانزميترز مرة واحدة تمام طلعوا مرة واحدة وارتبطوا بالريسبترات فهذا حصير في عندي لا إله إلا الله
محمد رسول الله. دقيقة. تمام. هلا بقول لك الميكانيزم، معلش صار فيه هيك تداخل معلومات. ميكانيزم thought to be build up of calcium ions in the presynaptic terminals. Build up of calcium causes more vascular release of transmitter. هلا شاني post titanic fasciation، انه معلش هاي الفكرة خطأ، دخلت معلومة ثانية معلش. هلا انا اذا بدي معلش دخلت المعلومة حقكم علي، دخلت معلومة ثانية جل من اللي يخطئ. تمام، هاي البري سينابتيك وهاي البوست سينابتيك. هلا احنا زي ما بنعرف، او خلينا نروح على الرسمة نفسها، ليش نعجق حالنا، نروح على الرسمة نفسها نشرح لكم. لا اله الا الله. تمام، نحط لكم اللون الاسود. تمام، هلا هذا البري سينابتيك وهذا البوست سينابتيك. هلا البري سينابتيك ممبرين، انا عشان اوصل بوست تيتانيك المصطلح هذا عشان اوصله، بقول لك عندي، مش احنا حكينا عنه بالبري سينابتيك ممبرين عندنا كالسيوم شانلز. طيب مش حكينا احنا الكالسيوم شانلز وظيفتها انها تحفز لي السينابتيك فيسيكلز، انها تفرز لي نيورو ترانسميترز. تمام، فانا اذا زودت ايونات قنوات الكالسيوم حساسة لفوق الجهد الكهربائي، تمام، هذا يحدي ايش يصير في عندي، زي انه رش من نيورو ترانسميترز. تمام، فكل ما صار في عندي رش من نيورو ترانسميترز، كل ما صار عندي تحفيز للبوست سينابتيك نيورون. بس هاي الفكرة، انه انا بزود عدد قنوات الكالسيوم فصير في عندي زيادة بافراز نيورو ترانسميترز. هاي معلومات اخذناها بالتوجيه، بس صار في ليش مش ضابطة. وين وصلنا؟ تمام، ف نحط لكم الليزر بوينتر. اوكي، synaptic delay. The process of neurotransmission takes time from the delay can calculate the number of neurons in circuit. حكيت لكم عن synaptic delay، بصير بالكيميكال synapse عادة انها بدها وقت، شرحت لكم اياها بس مش غلط اشرحكم يا مرة ثانية. يعني اندورفينز الحلوين تاعونا او الطمحات اللي بدكم اياها، زي بشكل مبسط بيجي السيال العصبي بحفز لي قنوات الكالسيوم حساسة فرق الجهد الكهربائي، عشان يوصل لهم بده وقت، وعشان الكالسيوم يفوت لجوا بده وقت، وعشان الكالسيوم يتحد مع الفيزيكلز ويطلع لي اياها ويصير في انتشار ولمحتوياتها بدها وقت، وعشان ترتبط النيورو ترانسميترز مع المستقبلات هي بدها وقت. فهي هاي كل بروسيس بدها وقت. تمام، فنعم تمام. هلا environmental change and synaptic transmission. هلا في تأثيرات إذا صارت، يعني تغييرات مثلا جسم الإنسان لأمراض معينة، زي مثلا الأسيدوسز، تمام، أو الألكالوسز أو الهايبوكسيا. الأسيدوسز يعني إنه يصير في عندي انخفاض أو انخفاض درجة بالبي اتش من 7.4 ل 7، ممكن دي لي كوما. ايش ممكن تعمل؟ يصير عندي بريس للنيورونال اكتيفيتي. ففي سؤال حلو عليها حكي لكم معي اجانا، تمام، ممكن تعمل فوميتنج، تعمل لي 100 قصة يعني. تمام، بينما الالكولوسيز increase neural excitability pH change from 7.4 to 8 usually will induce seizures. هلا الالكولوسيز عادة بتصير، صار في عندي ايش زي انه اقياء شديد يعني، فهذا راح يؤدي لي يصير عندي الكالوسز. راح تاخذوها بالجي اي فكرتها ان شاء الله، انه واحد لما يضل يراجع 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 بفقد كلور، فبصير عنده زي انه تراكم بالقواعد، تمام، بالدم، فراح يؤدي الى مشاكل. هلا السؤال، خليني احكي لكم عن الهايبوكسيا. اول برين هاي ديبندنت اون اوكسجين، يعني اذا ما صار، اذا يعني فقدنا الاكسجين مده 3 ثواني لسبعة بالدماغ، ممكن يصير في عندي لاوعي، حاله من اللاوعي. هلا السؤال اللي اجانا بشكل عام، اي من الحالات الاتيه ما بتعمل لي ديبريشن للنيورونز؟ اسيدوسيس، الكيلوسيس، هايبوكسيا، وفي شغله رابعه نسيتها. هلا انا الامانه شنص هذا السؤال، انه ما يعني خدعني الامانه، قال لي don't depress، لأنه حكالي increase neuron excitability كان حطت الكالوسز، بس الكالوسز عكس الأسيدوسز.
هاي بتعمل لي زي تثبيط، هاي بتعمل لي زي انه تحفيز. تمام تمام هلا هذول تقريبا وصلنا، هي سلايد قبل الاخيره وهي قبل الاخيره. هلا هاي المفروض هسه جماعه ماخذينها، دايفيرجنس بيكون مصدر واحد بيتفرع على اكثر مصدر، بينما الكونفيرجنس بيجمعهم من مصادر من مصدر معين. تمام يعني مثلا بيكون في مور ذان اكزون تيرمينالز مربوطات من نفس العصب. تمام مصدر واحد ممكن يكون مثلا تيرمينال نيورون من عصب واحد، عصب ثاني، عصب ثالث. فهي فكرتها، وهي يعني اي ثينك لحالكم تفهموها. يعني مثلا هي عندنا الانبوتس، تمام السيار العصبي جاي هون، هاي مسميه دايفيرنج سيركت. تمام بتوزع الاوتبوت، هذا الاوتبوت هذا الانبوت. الكونفيرجنج سيركت بيكون بجمع لي المعلومات لواحد، لعصب واحد، لعصبون معين. هاي ريفيربريتنج سيركت، انبوت بيكون داخل جوا، تمام بروح بينزل بيعطيني انفورميشن لهون، وبروح للبوست سينابتك ممبرين. تمام والبوست سينابتك ممبرين بيعيد لي الكرة، يعني بيحفز لي الدورة مرة تانية، وبيعطي أوامره للعضو أو الجزء اللي بدي حفزه. وهذا parallel after discharge circuit، يعني أي يعني حفظ أكثر منها فيه ما بدأ يعني شرح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أي شابتر كثير ممتع خفيف لطيف، يعني إن شاء الله ان شاء الله تكونوا مركزين موادكم، يعني ما تراكموا ما تحاولوا تراكموا مواد، ركزوا على الفارما والباثولوجي والبايوكيمستري، كلها مواد مهمة ركزوا عليها بتفيدكم الامتحانات المعادة. ادرسوا لها مش بس العلامة، ادرسوا مو بس نجاح، ما تدوروا على نجاح. امتحانات ممكن تجي في امتحان الفارماكولوجي مثلا عندكم ممكن يجي صعوبة، ممكن بعدين بيسهلوا الفاينل. البايوكيمستري هم عدد الدكاترة بيصعبوا الميد بيسهلوا الفاينل، او ممكن يصعبوا الاثنين حسب الافريج يعني يعتمد. فبس هاي هي ان شاء الله انجوي جود لك، استمروا ما تخلوا حدا يثبطكم. انت دخلت هذا التخصص وان شاء الله انت قد وقدود، وان شاء الله يعني نفتخر فيكم يا زملائي، وتفتخروا فيه كمان ان شاء الله يا رب على خير. صير اطباء على مستوى قد البلد، وان شاء الله يعني الله كريم، يعني ان شاء الله الله يحقق لكم امانيكم، وتكسروا عين كل واحد حكى لكم ما تستطيعوا ما بتقدروا وما الى ذلك من هذا الكلام المثبط. ولكن انت ما تخلي المواد الكلمات هاي تجرحك يعني او تأذيك، يعني خلي عندك خلي هالكلمات هي تشحنك. تمام خليك يعني في ناس اكيد يعني مر عليكم ناس سلبيين، انت مش قده حترصوا ومش عارف شو، اكيد مرت عليكم هالنوعية هاي، بس انتوا راح تكسروا عينهم وخاوة عنكم، راح تنجحوا وراح تتخصصوا، راح يجوا يتعالجوا عنكم ومستحين منكم ومطقطقين رؤوسهم ويقولوكم حقك علينا والله ما كان قصدهم يعني ذلك. المهم ان شاء الله كونوا قدها وقدود ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم وزميلكم هاني وسيم بركات من كلية الطب في جامعة برقا تطبيقية السلط المركز شمس الجامعات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.